مشروع الضبع ده دراسته من بدري قوي، يعني من بدري قوي، يعني الموضوع ده ليس حديث، ان الناس لسه بتفكر فيه. ده موضوع ودراسات تمت واماكن كتير عملت الدراسات وباستفاضة. ما فيش حاجة في الدنيا ملهاش ريسك، ملهاش مخاطر. المفترض ان انا اشوف المخاطر واتجنبها. ما فيش اي حاجه، لو واحد مشي بعربيته في المكان فيها مخاطر يبقى ما كده. يعني مثلا المكان على البحر المتوسط، الدراسات لازم تشوف الاماكن. البحر المتوسط ده مكان زلزالي، يعني في يعني 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 زي الزلازل اللي بتحصل في جزيره كريت وما شابه هذا، وفي زلزال تاريخي حصل في جزيره كريت سنه 365 وكان قوي جدا وعمل موجات تسونامية وجابت شمال افريقيا لغايه لما وصلت لغزه. خلاص، فهل احنا حطينا حساباتنا في هذا الموضوع؟ اعتقد ان هذا تم بالفعل، ان احنا من المحتمل هجوم لو حصل زلزال في البحر المتوسط. يبقى اذا من ضمن المخاطر ان هو هيحصل موجات تسونامية. الموجات التسونامية دي ازاي اتجنبها او اعالجها او اشوف طرق ان انا اهرب منها؟